حركة ضعيفة بصراحة، لأن ما العالم ما عندها فلوس، عالم ما عندها فلوس. بس أكو حركة. أكو حركة بس شيء قليل، بس عالم ما ظل عندها فلوس، لأن تعرف هذا المرض أثر على العالم، أثر اقتصادياً فد مرة يعني تعب العالم. فهذا رمضان الناس شوية تخاف، تعرف المرض انتشار الوباء، فأكثرية الناس تنزل تقضي حاجته وترجع، واللي ما عنده شغل يعني ما ينزل على السوق. اللي الحاجة الضرورية يعني اللي مثلاً يحتاج ملابس. تعرف استقبال موسم صيف واستقبال رمضان واستقبال العيد.